بعد الانذار الاول اللي كان اشهره الحكم امير العيادي في وجه لمجد عامر مهاجم فريق مستقبل جابس. في الحقيقه الحكم كان يريد اعطاء الاولويه في المباراه. اول لحظ امامكم بولبابا، تفضل. فقط مراد، حبيت نذكر انه اللاعب اللي مصاب هو عزيز الجزائري، وحتى في كواليس اللي عندنا على الوطنيه انه اللاعب هذا ما تدربش ثلاثه ايام التالي، وربما عمل حصه خفيفه البارح. كانش بن عزيز يضع الكره في مكانها لتنفيذ ضربه الخطا لفريق مستقبل جابس. ينفذ الكره تمشي في اتجاه لمجد عامر، موجود سيف دقاع يقطع كره مرؤوله تمشي وسام في الصوره ما بين مرسي بن محمود وكذلك ثم مسؤول هو سامي العلمي رئيس فرع كرة قدم بالنادي الافريقي. بالفعل بولبابا مانيش عارف علاش ربما اسباب الاحتجاج، وامير العيادي كذلك امامنا في الصوره وزهير الذوادي مانيش عارف شنو سبب بالضبط بالنسبه لسبب احتجاج مسؤول النادي الافريقي. هو حسب ما شاهد في الصوره ربما على التغيير